المشاكل المتعلقة بالتغذية في المجتمع بتاعنا، أولا الأنيميا بين السيدات الحوامل، الأنيميا بين أطفال المدارس. الأنيميا سببها في البلد سوء التغذية، عدم اهتمام الأم أو الأطفال بأكل الحديد حمض الفوليك داخل الأغذية. اللي ممكن تعمل وتظبط الأنيميا أو تدي وجبة غذائية متكاملة إن أنا دعم العيش بالفوليك أسيد. الأوضة دي بيتم فيها إضافة خليط حمض الفوليك وكبريتات الحديدوز. يتم في الغرفة دي يومين اختبار عنصر الحديد في الدقيق المدعم، في حالة ظهور اللون الأحمر دليل على وجود الحديد في الدقيق المدعم. هو دي دواء بيستخدم في صناعة الخبز البلدي، وده يعتبر الغذاء الأساسي على الأقل 90% من السكان في المنطقة. يعني العيش البلدي أعتقد ده أحسن وسيلة للقضاء على أي مشاكل في التغذية، لأن في مصر العادة بتاعت المصريين رغيف العيش ده على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء. فأنت أول ما بتدعم رغيف العيش في مصر بأي مكونات أو إضافات أخرى في التغذية، فإنك أنت بتدعم ثلاث وجبات: الفطار والغداء والعشاء. الناس الغلابة اللي هي مثلا بتاخد بالجنيه عيش، ده 20 رغيف بالجنيه يكفي أسرة. في إمكانيات الحكومة حطها عشان أن تمنع الأنيميا وتزود الحديد في جسم البني، يعني حاجات كويسة خالص حاطينها الحكومة في العيش المصري. عيش بلدي تمام كويس يعني للجسم، والناس ما بتحملش عن الحاجات الصغيرة دي، بس العيش بيحملوا عليه كتير. أسرتي أنا وجوزي ومعي ثلاث بنات، هو إحنا يعني بالنسبة لهنا الوجبة الأساسية بتاعتنا اللي هي الفول، يعني عادة يومياً بيكون فول. أنا كنت أصلاً في مدرسة، بس إحنا يعني المدرسة ما بتعلمش إنك الواجبات فيها إيه وإيه، بس في الوحدة يعني بيعلمونا. لما أكون حامل بروح الوحدة، بيقول الممرضات والدكتورة بيقول لي على الواجبات الأساسية يعني المفروض أكلها أنا. هي المشكلة كلها أنا بعتبرها أنها بتكمن في التثقيف الصحي. الناس ما عندهاش معلومة صح بموضوع التغذية السليمة، يعني أصلا بعتبر أن التغذية السليمة ما هيش إمكانيات عالية ولا فلوس كتيرة، هي كلها وعي صحي للناس تاكل إيه وما تاكلش إيه، أو إزاي تعمل وجبة غذائية متوازنة بإمكانيات على قد الأسرة المصرية. بنقيس وزن الطفل عشان نشوف من حال النمو بتاع الطفل كويس ولا ينزل ولا كويس، المستوى بتاعه والرضاعة بتاعة الطفل، لبن الأم كويس مع الطفل ولا عايز مكملات من برا. هو العيش يعني بيكون وجبة أساسية وبيكون فيه الحديد وفيه حمض الفوليك. احنا يعني لازم العيش ده أساسي في البيت، ولا رز ولا ما هو العيش الأساسي. انا شايف انها بخبز بعيالي وبخبز.